باشمهندس عاطف عبيد مطر وكيل مديريه الزراعه بشمال سيناء. اهلا بيك يا فندم. اهلا فندم. ازيك يا باشمهندس؟ كله تمام؟ الحمد لله رضا الله. والله نقول لكم ايه بقى، مبروك على ايه ولا ايه؟ بس على ما يبدو ان النهارده كان يوم رائع بالنسبه لسيناء، مش كده ولا ايه؟ هي الفتره الاخيره كلها ان شاء الله تبقى في يعني تغيرات جامده في المحافظه كلها او في شبه جزيره سيناء عموما. طيب الرئيس النهارده اتكلم على انه يبقى في تقريبا من 600 ل 700 الف فدان يكونوا جاهزين للزراعه في سيناء بنهايه العام الجاري. انا عايز اعرف تفاصيل اكتر عن ده، وده يحصل ازاي او بدانا فيه ازاي؟ هو في الاراضي اللي جنوب الشوحط وشارع البحيرات، ودي الميه اللي توفرت من محطه المعالجه اللي افتتحها الرئيس، ودي هتوفر 5.6 مليون متر مكعب يومي، هتكفي لزراعه حوالي نص مليون فدان، بالاضافه للاراضي اللي هتعمل فيها مناطق تنميه في رفح والشيخ زويد والعريش، ويمكن استكمال اكثر من 700 الف فدان باذن الله. باذن الله، يعني احنا في نهايه 23 تبقى الاراضي بتاعتنا دي جاهزه كتربه وجاهزه كميه. هي في شغل ليها سنه او اكثر من سنه بالنسبه لتحليل التربه في مناطق جنوب الشوحط وشرق البحيرات ومنطقه جنوب القنطره شرق، دي مساحات ميه هتبقى ميه منقوله من محطه المعالجه والمخلوطه بمياه النيل. عظيم. دي ليها دراسه وشغالين فيها دلوقتي مع وزاره الري لمد الشبكات وطبعا الهيئه الهندسيه. المناطق اللي في رفح بعد عوده الاهالي دي بيتم عمل تجمعات تنمويه في المنطقه دي، في منطقه رفح والشيخ زويل حاليا. طيب ده كلام محترم جدا. هل بالفعل بدات الدراسات على نوعيات الزراعات اللي هتتم في ال 600 الف فدان دول؟ الزراعات تعاملت مع مركز البحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء تحت اشراف وزاره الزراعه، بالاضافه لبعض الجامعات المصريه اللي شاركت، جامعه القاهره وجامعه قناه السويس. تأتي الدراسه منها واتعملت خطوات لتحليل التربه لاجمال المساحه، استبعدت الدراسات الكثبان الرمليه والاراضي اللي هي صعبه الاصلاح، هتبقى في مرحله ثانيه. لكن المواسير دلوقتي شغاله بعد تحديد المساحات اللي هيتم زراعتها، وكانت في زياره الاسبوع الماضي من اعلى الجهات لمنطقه بير العبد ومرور على ترعه السلام، في وجود سياده محافظ شمال سيناء والجهاز الوطني والهيئه الهندسيه والهيئه العامه لشراعه التعبير والتنميه الزراعيه ووزاره الري، كان في مرور على المناطق دي كلها ل يعني بدايه التنميه زي ما بقول. طبعا احنا شايفين النهارده متابعين الاحداث اللي بتتم، وان شاء الله تبقى في انطلاقه للبدايه لتنميه سيناء تنميه حقيقيه بعد طبعا وجود الانفاق والكباري والمعديات اللي اتعملت. فدي يعني بصراحه هيبقى انجاز رائع في الفتره القادمه باذن نرجع الله سيناء زي ما كانت وافضل بكتير، هتبقى احسن بكتير باذن الله. اشكرك جدا يا باشمهندس عاطف، كل الشكر ليك. المهندس عاطف عبيد مطر وكيل مديريه الزراعه بشمال سيناء.